مسكينة شوفوا شو صاير فيها، الله يحميها. أخ يا ربي يا حرام. إيه بس أنا أصلاً هي هي الأصول، لك خليني كفي كلامي أول شي. لك استنى شوي، اسكت وخلي هالمرة تعرف تحكي كلمة. اسكت. إيه شو تعمل يعني؟ الحرمة شو تعمل يعني؟ آه شو بدها تعمل لك؟ احنا بأي عصر؟ احنا على زارة خانو؟ هذا اللي عم بتشوفي؟ بس يا أخي هيك ما لا لا والله هو كان مفتوح وتفرجت شوي. لا 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 مجرد تراجيديا الفضايح، فضايح بدون شفقة. ما بعرف من وين بتلاقوا كل هالحكي، لك تطلع أي مصايب جاي على راسهم. تعرفي لازم ينكتب كتير مواضيع عليهم، يعني ممكن ينكتب سيناريوهات عن المآسي. يعني انت قصدك انه هالشغلات كذب وما عم تصير؟ صحيح، هي تراجيديا الفضايح اللي بيعرضوها دائما، وربط هالبرامج بالبكاء شي غير محترم بتاتا. ايه بس بصير هيك شي؟ ليك هدول شلون عم بيصرخوا؟ لو كانوا لحالهم بين اربع حيطان ما كانوا طالعوا صوتهم، ولو طلعوا بالجرايد ما حدا رح يشوفهم ويهتم فيهم، وبس يطلعوا بالتلفزيون عم يصرخوا ويعيطوا ويرتاحوا. رجاء زهرة خانم، هدول مجرد إثارة رخيصة. شو؟ لتحريك المشاعر يعني، لحتى يأثروا بالناس اللي بيتابعوا مثلك وبيبكون. وليش لحتى نبكي يعني؟ لو بدي أبكي ببكي على حالي. أنا ليش حتى أبكي؟ أنا ببكي على حالي. أخ 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 يا رب. زهرة خانم، أنا عم فكر إنه الصبح ما كسرت لك قلبك. لا استغفر الله، يعني معقولة بهالسهولة هاي؟ القلب هاد أي كلمة قاسية أو نظرة باردة بتكفي لتكسره. في ناس من وقت ما بتولدن أمهم قلوبهم بتضل هيك وما بتنكسر، ولا حتى بكلمة ولا حتى بأي نظرة كمان، أو ما بيلاحظ إنه انكسر. زهرة خانم، شايفك مهمومة شوي، انت فيكي شي؟ قصدك تقول كتار يلي ما فيهم شي؟ رح بين وكأني عم بتدخل، بس بعرف انك كتومة. اذا فيكي شي رجاء قوليلي ومنحله مع بعضنا. في شغلات اذا بتحكي فيها وبتفضفض بترتاح شوي، وفي شغلات ما بتقدر تحكي فيها. هالشغلات اللي ما فيكي تحكيها مبين انها شاغله بالك ومتعبتك، بس مو قدراني تقتل الامل اللي جواتك. طالما هالامل موجود فيك تحلي كل مشاكلك زهره خانم، صدقيني. انت كملي شغلك انا برد. ايه صحيح، انا قويه مزبوط، وفي عندي امل كبير. يا ترى هالأمل الكبير هاد رح يقدر يحل مشكلتها لبنتي؟ صدقني مزعوجة كتير لأني نزعت طعم التم اليوم. هلأ أنت ما سمعتي شو قال المحامي؟ هي متقصدة ورافعة دعوة، هدول الجماعة مو سألين على المصاري، عم يستنوا اعتذار حميمي. بعدين ماني فهمان ليش مزعوجة إذا اعتذرتي وإنت غلطانة. ايه فهمنا، بس المرة ما عم تفهم. بيفهموا إذا منروح بنية طيبة. مرحبا. خير شوفي. نحن رجعنا إجينا. ليش جايين؟ يا خانم نحن فهمنا إنه غلطانين بحقكم، فكرناكم من الناس التانيين. بتمنى منك ما تفهمينا غلط، الناس صايرة ما بتفهم غير بالمصاري، وما كان هدفنا انه نسألكم، بس هذا اللي صار. هالمرة حابين نحكي معكم، بس هالمرة عن جد حابين نعتذر منكم. يعني انا بالاساس ما كانت نيتي سيئة، خبرنا الشرطة اول ما لقينا الخاتم منشان ما تضطرروا او يصير لكم شي. لو ما لقيتوا الخاتم شو كان صار يعني؟ قلبوا بيتي فوقاني تحتاني، يا حرام ابني خاف وصار يبكي. عن جد وعن جد نحن بنعتذر منكم، وشو ما بتحكوا معكم حق.
ايه طالما اجيتوا مرة تانية مشان تعتذروا مننا ماشي رح بقبل اعتذاركم. شكرا كتير. يسلم. شكرا. الله يسلمكم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.